نعم دكتور، واضح. تمام. اوكي شباب، محاضرتنا اليوم المختبر الرابع، مختبر سبور ستين اند اسيد فاست ستين. لحد الان احنا مستمرين بتقنيه التصبيغ، لكن التصبيغ اليوم هو الديفرنشال ستين، مور سبيسيفيك فور مور ذان لاب 2 اللي حكينا به، انه عن السمبل ستين عن سمير بريبريشن. المحاضره اليوم هي شويه اكثر تعقيدا، خلينا نقول، لانه نوعيه البكتيريا تحتاج لتشخيصها وتصبيغها الى تقنيه اعلى. تمام، اخذنا بالمختبر السابق جرام ستين وعرفنا انه يشترك به اربع خطوات. الخطوه الاولى هي البرايمري ستين اللي سميناها الكريستال فايليت، اوكي، صبغ البوث جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف. بعدين ضفنا الادين اللي هو الموردنت المثبت اللي يسوي انكريز انتراكشن بين كريستال فايليت والسيل وول اوف بكتيريا. بسبب وجود البكتيدوغلايكان راح تلتصق هذا الكومبلكس ايودين كريستال فايليت كومبلكس بسطح البكتيريا بوزيتيف الجرام بوزيتيف، وراح تحتفظ بالصبغه. لما نجي نضيف الخطوه الثالثه الكحول، راح نلاحظ انهم راح يسوي ديكولايزر الجرام، خلص ريتين تحتفظ بالصبغه، في حين ان الجرام نيجاتيف بسبب الثين بابتيدوغلايكان طبقه البابتيدوغلايكان الرقيقه راح تنقصر بالكحول. بعدين الخطوه الاخيره راح نضيف شنو؟ السفرانين. راح نضيف السفرانين اللي هو الكاونتر ستين، كاونتر ستين، كاونتر ستين وظيفته انه يصبغ الجرام نيجاتيف ان ريد كلر، ريد كلر، لذلك الجرام نيجاتيف راح تكون لونها احمر والجرام بوزيتيف محتفظه بلون الكريستاليت البيربل البنفسجي. هذا فيما يخص المختبر السابق. طيب، مختبرنا اليوم اسمه السبور ستين اند اسيد فاست ستين. نحكي شوية عن السبور ستين. سبور ستين إلى اسم ثاني يمكنكم بالامتحان، شيفر فولتن ميثود، شيفر فولتن ميثود أو يسموه سبور ستين. بعض البكتيريا مثل من مثل باسيلس والكليست كلوستريديوم، هذه بيها ستركتشر خاص بيها، هذه الستركتشر هو يسموه الاندوسبور. شنو هذا الاندوسبور؟ هذا يحيط ويغلف البكتيريا، يقيها من الانفافورابل كونديشن، الظروف الغير ملائمة، يحميها من عملية التجويع او الحرارة او الجفاف، يخليها بصيغة دورمنت كاملة الى حين توفر الظروف الملائمة، يعني مثل الشيلد، مثل الدرع. تمام، شيلد. فاحنا من نتوقع انه هذا السبور ايش راح يكون؟ راح يكون فالتركيب قوي يحيط البكتيريا يحميها من الظروف الغير ملائمة، فبالتالي لما نريد نصبغ راح نتوقع انه هذا الشيلد القوي اللي نسميه شيلد يعني معناه درع، زين، الدرع او الغلاف القوي راح يكون من صعب تصبيغه، ولذلك لازم اكو تقنية معينة في التصبيغ. تمام، تسمعوني شباب؟ واضح دكتور. تمام تمام، إذن اتفقنا انه نوعين من البكتيريا، واحده جرام بوزيتيف واحده جرام نيجاتيف، اللي هن الباسيلس والكلوستريديوم، الباسيلس والكلوستريديوم. تمام، هذني هن يسمون سبور فورمينج بكتيريا. شباب سدوا صوت، شباب سدوا صوت، شباب شباب وياي سدوا صوت. إذن السبور فورمينج بكتيريا هي الباسيلس والكلوستريديوم، زين. طبعا الاندوسبور احنا اليوم نريد نشوف الاندوسبور، هذا التركيب داخل البكتيريا وين راح يكون؟ هل هنا راح يبين لكم الصوره هنا تبين لكم، هل الاندوسبور او السبور احنا نسميه، هل هو سنترال بالوسط
هل يكون شكله اوفال ان شيب، هل يكون سفيريكال، هل يكون تيرمينال يعني سب تيرمينال او تيرمينال، موقع السبور داخل البكتيريا. تمام زين. طيب احنا اتفقنا ان هذا التركيب من الصعب تصبيغه، فبالتالي نحتاج الى تقنيه معينه. هنا بهذه التقنيه راح نستخدم صبغه جديده اسمها الملكايت جرين. ملكايت جرين، اوكي، ملكايت جرين. هنا اكو فد خطوه راح نسويها، راح نعرضها بعد ما نصبغ. بالخطوه الاولى من نصبغ بالملكايت جرين راح نعرضها لحراره غير مباشره، حراره غير مباشره. من يقول لي هنا وظيفه الحراره شنو دكتور؟ فيكسيشن. نعم دكتور، نسوي فيكسيشن ويعني نقتلها بدون ما ندمر شكلها. لا سوري سوري شباب، هناك هناك هذه الفيكسيشن بالسمير بريبريشن، ونقتلها هاي بالسمير بريبريشن، لكن هنا وظيفه الحراره شنو دكتور؟ يعني حتى اقدر ادخل الصبغه للداخل. جود 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 دكتور، حتى نقتل السبورات حتى نقدر ندخل الصبغه؟ لا لا دكتور، حتى نقدر ندخل الصبغه. صح، واحد من زملائكم قالها صح، هي ادخال الصبغه facilitates the entering the stain inside spores. هي ادخال الملكايت جرين الى داخل السبورز، الى داخل السبورز. هذا تركيب قوي، فبالتالي من الصعوبه انه يدخل، تدخل الصبغه للداخل. فبالتالي facilitate what the main using. السؤال what the main using the heat in spore stain. شنو الغرض الرئيسي من استخدام الحراره في صبغه spore stain؟ spore stain هي الجواب facilitate، يسهل facilitate using or entering، ادخال the stain inside spores. تمام واضحة؟ أحد عنده سؤال؟ إذن هي من اسمها ملكايت جرين، إذن لونها هو الأخضر. طيب الخطوة اللي بعدها شو راح نسوي؟ هنا شوف اخوان، هنا الديكولرايزر مالتي انتبهوله. هاي الصوره واضحه امامكم؟ صوره واضحه امامكم؟ واضح. الديكولرايزر اللي راح استخدمه هو المي. لما اجي اسوي لك مقارنه بين الجرام ستين والسبور ستين، اسالك منو الديكولرايزر؟ هناك منو؟ الكحول. هنا ووتر، هنا الووتر هو هم واشنج وهم ديكولرايزر. راح نتخلص من الاكسس ستين، الصبغه الزائده نتخلص من عندها. زين تمام، راح نلاحظ انه البكتيريا كامله تكون كلرلس لحد هاي الخطوه، لحد الووتر. الخطوه الثالثه تكون البكتيريا كلرلس، ونشوف داخل البكتيريا فقط نقاط اللي هي لون الملكايت جرين المصبغ للسبور. تمام طيب انا اريد اشوف البكتيريا كامله، اجي راح اضيف الخطوه الرابعه اللي هي الكاونتر ستين. الكاونتر ستين هنا راح نستخدم السفرانين، احنا استخدمناه مسبقا بالجرام ستين، وهنا ايضا راح استخدم السفرانين ككاونتر ستين. الفرق انه هناك البرايمر ستين كانت منه كريستال فايلت،
هنا البرايمر ستين هي ملكايت جرين واثنيناتن ذا سيم كاونتر ستين اللي هو السفرانين. تمام، هاي خطوات العمل. في البدايه اجي اصبغ بالجرام سوري بالملكايت جرين، راح اعرضها الحراره. شوفوا هنا الحراره الغير المباشره شو مستخدمين؟ مستخدمين بويلينج ووتر، مي مغلي، بيكر. هذا مو راح يعني ينطي حراره، ينطي بخار ماء حار. راح اجي اخلي مشبك واخلي السلايد، راح اخلي السلايد راح اعرض الحراره غير مباشره، حراره غير مباشره تسهل عمليه دخول الصبغه اللي هي الملكايت جرين انسايد سبور. تمام، بعدين اجي اسوي له ووشينج بالووتر واجي اصبغه بالكاونتر ستين مالتي اللي هو السفرانين. السفرانين تمام، وينها يدخل. اوكي، راح اجي اصبغ بالسفرانين وراها انشفه وافحص تحت المجهر. واضحه شباب؟ نعم دكتور واضحه. زين، احد عنده سؤال؟ دكتور انت ليش حطينا البويلينج ووتر؟ To facilitate entering stain inside spore، حتى اسهل عمليه دخول الصبغه داخل السبورات، لان اتفقنا ان هذا الستركتشر اللي هو السبور هذا ريزيست لاي انفيفربل كونديشن، لاي ظروف غير ملائمه، فبالتالي من الصعوبه اختراقه، مثل الشيلد مثل الدرع، فمن الصعوبه اختراقه. الحراره الغير مباشره تسهل عمليه دخول الصبغه داخله. واضح؟ نعم. الصبغة الأولى هي البرايمر ستين. It is specific for staining endospore inside bacteria. الكاونتر ستين السفرانين. This is here staining all bacteria except spore. تمام؟ أعيدها بالعربي. الصبغة البرايمري الصبغة الأولية هي متخصصة نريدها نصبغ بيها السبور ستين، يعني سوري السبور الستركتشر مال السبور اللي هو صاير شفتوا صورته مثل الشكل البيضوي داخل البكتيريا الصبغة الثانية اللي نسميها الكاونتر ستين تصبغ كل البكتيريا. لو لاحظنا جوابك يعني سؤال الجواب على سؤالك بهذه الصورة اللي تشوفها أمامك، الصورة إنه هذا هاي بكتيريا عصوية اللي هي الباسيلوس سبتايلس اللي تسبب لنا الفود بويزنينج. كنا سمعنا في هاي الأوت بريك اللي صارت بالعمارة. تمام، اللي يعتقد إنه هو تسمم غذائي. واحدة من الأهم البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي هي الباسيلوس سبتايلس اللي تشوفها أمامك، بالإضافة إلى بعض يعني بكتيريا أخرى مثل الشيجيلا مثلا. تمام، فهنا الباسيلوس سبتايلس لو تلاحظ بالصورة البكتيريا هاي العصوية الريد شكلها ريد، أوكي رود سوري شكلها رود عصوي، راح نلاحظ بداخلها اكو فد لون اخضر، صح؟ صح لو لا؟ تشوفوا لو لا؟ نعم دكتور. نعم دكتور نشوف. بداخله هذا السبور صبغ بالملكايت جرين. في حين من اجينا صبغنا السفرانين الملكايت جرين دخلت داخل السبور بعد ما راح تصبغ باي صبغه اخرى. نفس الفكره مال الجرام ستين. السبور هنا صبغت بالملكايت جرين ما راح تصبغ باي صبغه اخرى.
الحين من اجينا ضفنا السفرانين اللي هو الكاونتر ستين صبغ باقي اجزاء البكتيريا ما عدا السبور. واضح؟ بس مجرد انه نغسل السلايد بعد ما نكمل صبغه الملكات. اه تمام شكرا دكتور. انا بعد شباب تمام. هسه اذا ما حد عنده سؤال بس اذكركم اسم الثاني مهم الشفر فلتون ميثود او سبور ستين. يعني ممكن اجيب لك الاسم الثاني وانت ما حافظه راح يصير عندك لبس. طيب شباب هذا الموضوع اللي راح يجي هذا مهم جدا. هذا مهم جدا ليش؟ لانه البكتيريا هذه هي شائعه موجوده بكثره و يعني خطره جدا. كنا سمعنا او سامعين بالبكتيريا المسببه للسل الرئوي، مرض السل مو صحيح؟ يسمونه التوبركيلوسيس. تمام؟ التوبركيلوسيس السل الرئوي مرض شائع جدا. طبعا اكثر شيء يكثر بالمناطق اولا المزدحمه، اثنين المظلمه، تمام؟ المكتظة بالناس والمظلمة، مثلا السجون. أكيد سامعين إنه كثير من السجناء يصابون بالسل الرئوي، تمام؟ فيها فد خاصية إن شاء الله راح تأخذوها بالنظري إنه هذه البكتيريا يعني هذه البكتيريا بيها فد أمور خطرة جدا. شلون؟ إنه هذه تكون داخل الرئة وتبقى لفترات طويلة دورمنت. اوكي الجسم ها طبعا شوية طلعت من الموضوع راح اتشي شوية نظري على مود يعني توضح عندكم الفكرة. لما البكتيريا تدخل داخل الرئة وتكون دورمنت خاملة ما راح تسبب اي مشكلة. الجسم اول شغلة يسويها اكو بالمناعة اكو امور يسموها الفايبروسز التليف. الجسم يفرز هذه الألياف يحيط بالبكتيريا حتى يمنعها من الحركة داخل العضو. وياي شباب تتخيلون الصورة، بكتيريا دخلت استقرت داخل الرئة، الجهاز المناعي مالتنا راح يفرز هذه الألياف تحيط بالبكتيريا من كل جهة. أوكي يعني يصير حولها دائرة تحيطها من كل جهة تليفها يسموها تليف فايبروسز، تحيطها من كل جهة حتى تمنع حركتها، بالتالي تقيدها لفترة طويلة. قد يستمر هذا التليف لسنين طويلة دون أن يعلم المريض بهذا التليف. لما نجي نسوي له أشعة أو بالسيتي سكان راح يظهر أكو في الداخل الرئة نوديولز مثل الحبيبات، ماكو يعني نقاط داخل الرئة. هذا النوديولز أو الفايبروسز التليف إذا استمر لفترة طويلة قد يتحول إلى كانسر. أوكي قد يتحول إلى سرطان، ما يسمى بسرطان الرئة. تشوفون إيش قد خطرة هاي البكتيريا؟ تشوفون إيش قد خطرة؟ فهاي فكرة عامة مقدمة عن البكتيريا السل الرئوي المايكوبكتيريوم توبركيلوسيس. تمام؟ زين طبعا التصبيغ هنا صعب شوية، نسميه الأسيد فاست ستين أو إلى اسم ثاني زيل نيلسون ستين. عندنا نوعين من البكتيريا، المايكوبكتيريا والنوكارديا. زين هذه من الصعوبة تصبيغها بالصبغة العادية. زين من الصعوبة تصبيغها بالصبغة العادية ليش؟ لأنه بالنسبة للمايكوبكتيريا فيها فالجدار خارجي سميك حاوي على المايكوليك أسيد
مايكوليك أسيد، مادة شمعية، مادة شمعية تمنع اختراق أي صبغة أو مضاد حيوي داخل البكتيريا. بكتيريا قوية، بكتيريا خلي نقول شرسة، بكتيريا شريرة، زين أدها جدار خارجي حاوي على مادة المايكوليك أسيد، مادة شمعية تمنع دخول الصبغة أو المضادات الحيوية داخل البكتيريا، تمام؟ لذلك الرجيم النظام مال يعني قضاء على هاي المايكوبكتيريا للمصابين بالسل الرئوي يستمر لمدة 6 أشهر تقريبا، 6 أشهر ينطي أكثر من 3 أنواع من الأنتيبايتيك لمدة 6 أشهر. تتخيلون يعني إحنا إذا انصابينا انفكشن بسيط بالجلد ممكن أنتيبايتيك 5 أيام مثلا، أو إذا انصابينا بيوتي آي يورينري تراكت انفكشن راح ينطونا مثلا أوبر أو أنتيبايتيك لمدة 5 أيام، هذا يستمر لمدة 6 أشهر حتى تعرفون حجم الخطورة مال هاي البكتيريا، تمام؟ وكثير من الناس يصابون بسرطان الرئة يكتشفون أنه السبب الرئيسي هو إصابته أصلا بالمايكوبكتيريوم توبركلوسيس، إصابته بالبكتيريا السل الرئوي. واتفقنا أنه هذه طبعا على فكرة أنه هذه معدية جدا، معدية جدا، تمام؟ تكثر بالمناطق الرطبة، المناطق المزدحمة، المناطق المكتظة بالناس اللي هي طبعا أكثر شيء تكون بالسجون، يعني كثير من السجناء يصابون بالسل الرئوي، تمام؟ زين اتفقنا أنه الجدار الخارجي حاوي على مادة المايكوليك أسيد، فبالتالي لازم أكو فد تكنيك معين حتى أقدر أصبغها. زين هنا أنا البرايمر ستين اللي راح أستخدمه اسمها الكاربول فوكسين، كاربول فوكسين، تمام؟ كاربول فوكسين أعرضها إلى حرارة، نفس فكرة السبور ستين، أعرضها إلى حرارة. أنا سبق أنه قلت أنه المايكوليك أسيد هو عبارة عن مادة شمعية، والشمع إذا تعرض الحرارة شو يصير؟ شباب الشمع إذا تعرض الحرارة شو يصير فيه؟ يذوب، يذوب بالضبط. هنا الحرارة راح تفتح ثقوب بداخل جدار البكتيريا تسمح بدخول، تسمح بدخول الصبغة. هنا قلنا الصبغة الأولية هي الكاربول فوكسين، كاربول فوكسين. زين هنا احنا من اسمها بدنا نسميها اسيد فاست، اسيد فاست ستين، اسيد فاست ستين. فبالتالي من الصعوبة قصر هذه البكتيريا بالكحول، لذلك نسميها بالاسيد فاست ستين. زين اوكي، هذا الجدار الخارجي مال مايكوبكتيريا، تشوفون هاي اللون الاخضر، هاي هي عباره عن طبقه المايكوليك اسيد، طبقه مغلفه للبكتيريا. هسه طلعت عندكم شباب؟ اي دكتور. تمام، نجي على خطوات العمل، نجي على خطوات العمل. الخطوه الاولى، زين طبعا اول شيء خلينا نحكي هنا ايش تتوقعون البروسيجر ما طلعت لكم شباب؟ يعني هي بس الاسيد فاستين اللي يعني برنسبلز اللي تشرح عليه موجوده. طالع البروسيجر، اوكي اوكي شباب كلكم طلع عندكم البروسيجر؟ تمام تمام. إذن الخطوة الأولى، الخطوة الأولى طبعا سؤال هنا نسيت أنا أسألكم إياه شباب، هنا إيش تتوقع السامبل المأخوذ؟ دكتور البلغة
بالضبط. شو نسميه بالانجليزي؟ لا ميوكس مخاط. سبيوتم. S P U T U M. سبيوتم البلغم. وهنا ضروري ضروري للتكنيشن انه يطلب من البيشنت انه يجيب من داخل صدره. شايف كنا اللي صار عنده بلغم من نصاب مثلا اصابه بالجهاز التنفسي، يصير عندنا هذا البلغم الاخضر تمام، او القيحي اللون القيحي، هذا اللي بداخل الرئه مو اللي، طبعا هاي الخطا اللي يقع به كثير من البيشنت، يجيب لي السلايفه اللعاب من الفم وهذا خطا، لازم اطلب انه يقح، يحاول اللي عنده بلغم، طبعا اللي صاب بالمايكوبكتيريا راح يصير عنده بلغم، فيقح يطلع البلغم من داخل صدره، ما ينطيني السلايفة، ما ينطيني اللعاب الموجود بالفم تمام، لانه هذا السلايفة سوري هذا السبيوتام يكون ستيكي، يعني ملتصق به البكتيريا تمام. واضح؟ تمام. زين اذا الخطوه الاولى انا راح اخذ السبيوتم. هنا انا السمير بريبريشن راح اخذ السبيوتم بودن ستيك بعوده خاصه، وراح افرشها على السلايد، اسوي به سمير بريبريشن بالطريقه مالتي. شلون احنا نسوي سمير بريبريشن؟ اسوي به سمير بريبريشن من السبيوتم من البلغم، اثبته على السلايد نفس الطريقة مال سمير بريبريشن، حرارة غير مباشرة إلى أن ينشف السلايد. الخطوة الأولى راح أضيف الكاربول فوكسين. الكاربول فوكسين خوش، كاربول فوكسين راح أعرض الحرارة غير مباشرة، أعرض الحرارة غير مباشرة شباب زين أوكي، لمدة اشقد 8 دقائق. شوفوا الوقت اخوان، شوفوا الوقت اشقد البكتيريا صعبة، اشقد البكتيريا خطرة وصعبة. 8 دقائق اعرض الحرارة غير مباشرة. شوفوا هنا الصورة، هاي خالة على بويلينج ووتر اوكي، على بخار المي، واكو طريقة ثانية طبعا نعرض الحرارة غير مباشرة لمدة 8 دقائق الى حين انه يبدي يذوب المايكوليك اسيد وتدخل البكتيريا الصبغه داخل البكتيريا. زين بعدين هنا راح اسوي له ديكولرايزر بيش، راح اسوي له ديكولرايزر بالكحول اسيد فاست او اسيد الكحول اوكي، نسويه بالكحول، راح نضيف له باقر، وين شنت يا باقر؟ باقر وين شنت؟ شو هسه يلا داخل؟ زين اذا نعيد الخطوات، اول شيء راح اسوي سميره بريبريشن بعدين راح اصبغها بيا صبغه الكاربول فوكسين، اعرضها الحراره غير مباشره لمده 8 دقائق، انتبهوا على الوقت، 8 دقائق وقت طويل اوكي، 8 دقائق بعدين اجي اسوي له ديكولرايزر بالكحول زين، ورا اسوي له واشنج، اتخلص من الكحول واشنج، بعدين اضيف الكاونتر ستين. هنا الكاونتر ستين مالتي هي الميثيلين بلو، ميثيلين بلو اوكي، مدة 30 ثانية، وراها اسوي له واشنج، انشف السلايد وافحص تحت المجهر. اعيد الخطوات. الخطوة الأولى سمير بريبريشن فروم سبيوتم، اتفقنا السبيوتم اللي يسموه بالعربي البلغم، سبيوتم يكون عصيات البكتيريا ستيكي تكون ملتصقة به تمام،
بعدين راح اسوي سمير بريبريشن راح اضيف الكاربول فوكسين، الكاربول فوكسين واعرضها الحراره غير مباشره لمده 8 دقائق حتى اسمح بدخول الكاربول فوكسين الى داخل البكتيريا. بعدين اضيف شنو اسوي لها ديكولارايزر، ديكولارايزيشن بالكحول، بالكحول 15 الى 20 ثانيه بالكحول. بعدين اغسل السلايد واشنج، بعدين اضيف الكاونتر ستين مالتي اللي هي الميثيلين بلو، ميثيلين بلو 30 ثانيه، اغسل السلايد وافحصها نشفه وافحصها تحت المجهر. طيب لهنا انا منو مفتهم؟ منو عنده سؤال؟ من عنده سؤال شباب؟ هذا دكتور. نعم تفضلي. نانا الكاونتر ستين ليش استخدم من المثيلين الازرق؟ لانه اي بكتيريا اوكي تمام، اي بكتيريا عاديه، اي بكتيريا عاديه راح تتقبل اللون الازرق بكل بساطه، لكن الاسيد فاست ستين او اسيد فاست بكتيريا اللي هي مايكوبكتيريا هذه بها مايكوليك اسيد، فما راح تدخل الصبغه داخلها، لازم نعرضها الحراره. احنا في خطوه سابقه عرضناها الحراره ودخلنا الكاربول فوكسين اللي لونه احمر داخل البكتيريا، مثل الخطوات كلها السابقه. لما اللون يدخل داخل البكتيريا هذه البكتيريا بعد تكسب لون آخر لو لا؟ لا، لأن تشبعت بهذا اللون. تشبعت، جود، ممتاز، تشبعت بهذا اللون بعد خلاص أخذت قرارها ما راح تتغير بعد أي لون، تمام؟ لأنه الكاربول فوكسين دخل داخلها. شوفوا هذا المخطط أو هاي الصورة تبين لكم زين، تبين لكم انه الاسيد فاست، تمام، هاي الخطوات انه الاسيد فاست ستين راح يكون لونه احمر، اسيد فاست بكتيريا، من اقول لك اسيد فاست قصدي يعني انه يعني اقصد بالمايكوبكتيريا، تمام، بكتيريا السل. المرض اسمه توبركلوسيس، شوفوا هاي ان شاء الله ركز عليها بالكورس الثاني. الكوزاتيف ايجنت المسبب المرضي هو اسم البكتيريا، يكتب اسم علمي، وارجع واقول انتبهوا على الاسم العلمي، شلون تكتبون الاسم العلمي؟ لانه ممكن تتنقص عليه بالكويز القادم، انتبه على الكويز على الاسم العلمي، تمام، اللي هو اندرلاين، هو الحرف الاول من الجيناس يكون كابيتال لتر. هاي الصوره تبين لكم خطوات العمل، خطوات العمل. جبت البكتيريا اللي هي مفروشة على السلايد مثبتة مسمير بريبريشن، ضفت الكاربول فوكسين اللي اعتبرناها برايمر ستين، عرضتها الحرارة لمدة 8 دقائق، حرارة غير مباشرة، مو تجي تخلي ليها على النار، حرارة غير مباشرة، تمام، دخلت البكتيريا صار لونها أحمر، صار لونها أحمر، جينا سوينا ديكولارايزيشن بالكحول، خلصنا من الاكسس، اوكي، خلصنا من الاكسس، الاسيد بعد خلص، الاسيد ما يندق بعد بالبكتيريا، البكتيريا اللي هي يعني المايكوبكتيريا اكتسبت اللون الاحمر، لا اسيد ولا غيره بعد ياثر بيها. فاي نون اسيد راح نتخلص من عندها، تبقى بس الاسيد، اسيد فاست اللي هي المايكوبكتيريا، تمام. من اجينا صبغنا باللون الميثيلين بلو اللي هي الكاونتر ستين، اي بكتيريا اخرى راح تاخذ اللون الازرق، ولكن الاسيد فاست بكتيريا اللي اقصد بها المايكوبكتيريا اكتسبت لون الكاربول فوكسين الاحمر وظلت ما تاثرت باي صبغه او اي عامل قصر. واضحه لو مو واضحه شباب؟ احد عنده سؤال شباب؟ واضحة؟ أعتقد هي واضحة يعني.
يعني هي الكاربول فوكسين. الخطوة الثانية حرارتها الحرارة تثبت لون الكاربول فوكسين بالنسبة للبكتيريا المايكوبكتيريام. جينا سوينا لها ديكولارايزر ايجنت اللي هو الكحول، خلصنا من يعني الاكسس، اي بكتيريا اخرى راح تفقد اللون تمام، تبقى بس الاسيد فاست بكتيريا راح تكون محتفظه بلون الاحمر مال الكاربول فوكسين. بعدين ضفنا الميثيني بلو اللي هو الكاونتر ستين، راح تصبغ باقي انواع البكتيريا باللون الازرق، والاسيد فاست بكتيريا تكون لونها احمر لون الكاربول فوكسين. واضحه شباب؟ واضح دكتور. تمام. نعم. الغرض من التيست هو معرفة انه هذه اسيد فاست يعني تفرق بين الاسيد فاست والبكتيريا. طبعا انت يجيك ريفيرال، احنا نسميه للمختبر ريفيرال من الطبيب. هذا الشخص انا شاك فيه عنده سل رئوي. اوكي، اعراضه اعراض سل رئوي. او سووا له سي تي سكان وطلعت عنده ندب داخل الرئه. هذا يعتقد طبعا السل الرئوي مرض مميت، وهسه اكتشفوا علاجه. سابقا يعني كان وباء، انا احكي لك لحد 1900 وفتشي يعني ماكو قبل اختراع الانتي بايوتيك. زين يعني كان وباء مميت، يعني مرض قاتل، انصاب به شخص ورا فتره يعني يموت، لان هي البكتيريا خطره. فراح يجيك ريفيرال من الطبيب انه هذا الشخص اشك به انه سوي له اسيد فاست بكتيريا، اوكي، او يسوي له سبيوتم، يعني يقول لك يعني تشيك للسبيوتم مالته. فراح تطلب من عنده سبيوتم وتجي تسوي هاي العمليه داخل المختبر. هاي الصوره اللي امامكم، شوفوا هاي الصوره اللي امامكم شباب، شوفوا البكتيريا اللي هي الاسيد فاست والنون اسيد فاست. انا من اقول نون اسيد فاست اقصد كل انواع البكتيريا ما عدا المايكوبكتيريا او النوكارديا. تمام، الاسيد فاست هي المايكوبكتيريا والنوكارديا، النون اسيد فاست كل انواع البكتيريا. شوفوا هنا الصوره اللي على اليسار اللي هي المايكوبكتيريوم توبركلوسيس. زين، طبعا هي المايكوبكتيريا هي عائله كبيره، انا اليوم دا اشرح لكم فقط على التوبركلوسيس. اكو النوع ثاني ايضا خطر جدا اسمه المايكوبكتيريوم ليبري، يسوي لنا مرض الليبراسي، الجذام، سامعين به؟ بالعاميه احنا نسميه جرذام. الجرذام يعني صوره مقززه جدا، مرعبه يعني اللي له عنده قلب خلي يشوفها بال يعني على الانترنت. مرض الجرذام الليبراسي، الجذام بالعام بالفصحى. زين، مرض جلدي خطير، يبدي اللحم يعني يوقع خلي نقول. المهم احنا اليوم بالمايكوبكتيريوم توبركلوسيس المسببه للتوبركلوسيس السل الرئوي. فهاي البكتيريا اللي على اليسار هي اللون اكتسبت لون الكاربول فوكسين لان هي اسيد فاست. اوكي، اي بكتيريا اخرى نون اسيد فاست مثل هسه هنا الاشريشيا كولاي، شوف شلون لونها ازرق. تمام، شوف شلون لونها ازرق. واضحه شباب؟ واضحه؟ نعم دكتور. شباب الاسبوع القادم اكو كويز، الكويز راح تكون اسئلته مركزه، شدوا حيلكم. تمام، مختبرات الثلاثه الاولى، مختبرات الثلاثه الاولى، واضح؟ راح يبلغكم ان شاء الله الممثل مالتكم. طيب اذا احد عنده سؤال شباب، احد عنده سؤال؟ طيب راح انزل لكم الحضور، راح انزل لكم الحضور هنا. اوكي، بالتعليقات راح تلقون الحضور.